أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها شاركت حدا علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أؤيدك بالله إجابته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر اليه فاذا وجهه يتلى له كانه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد احول وقال السلام عليك يا اماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن تحت الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإلا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك باحاك تحت الكساء فبدا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذرني أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم آه ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا بصيري وخليفة وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بشرف الكساء فأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم
فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ومغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذبهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارض مبنيه ولا قمرا منيرا ولا شمس مبنيه ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكسائي. فقال لنا جبريل يا ربي ومن تحت الكسائي؟ فقال الله عز وجل لهم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتعذرني أن أحدث إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أبيت لك. فهبط لنا جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويحسك بالطهية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يجري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أجبت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن بالله فزنا وفاضا شيطنا ورد بعضا. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن بالله فضنا وصعدنا فكذلك شيطنا فاضوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم اغفر لي من ذكرك وعافني من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا واصرف عنا شر الدنيا وشر الاخره وارزقنا خير الدنيا وخير الاخره. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزياره الحسين عليه السلام وشفاعته يوم القيامه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات طاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. الصلاه على محمد واله الطاهرين. طالب سبتہ عزت و جلال اپنے حبیب اس کی پاک آل کے سب کے لیے شہداء کربلا علیہ السلام سیدہ نے کوفہ و شام کا واسطہ حضرت جناب سیدہ سلام اللہ ہے کہ پہلو شکستہ کا واسطہ جناب محسن مظلوم کی شہادت کا صدقہ باب الفوائد امام حسین قاضی علیہ السلام کی اسیدی کا واسطہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی یتیمی کا واسطہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تیری جائے کا واسطہ پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعظیم فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما پروردگار عالم صاحب خانہ نے جو فرش پر بچھایا ہے بار الہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ان کا اس کے لیے بہترین اجر عطا فرما. خاص طور پہ وہی بھائی کی والدہ فوزیہ حیدر صاحبہ کے درجات بلند فرما اور اس خاندان کے تمام مرحومین کو آلے دین میں جگہ عنایت فرما ہماری اموات پر رحم فرما
आजीन के तमाम दिली दुनिया हाजात भरना तमाम परेशानियाँ देखूँ जान माल इज्जत तो आप रूप में इजाफा फरमा अपने अपने मरूम को जेन में रखने शहजा इस्लाम के लिए उनके लिए जिनके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं है खास तौर पर मोहतरमा फौजी हजर साहिबा इस खान वादे के तमाम मरूमी अपने अपने मरूम को जेनों में रखते हुए एक मतसर अलहम तीन मतसर इस्लाम के खिलाफ मंजर मौला छुप
दिन से आज तक ना मुझको सकून मिला है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है। शोहदाए करबला के जख्मों जहरा की बेटियों के कदमों को मैंने चूमा, इस वास्ते ही मेरी तासीर में शिफा है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है। अकबर की लाश पर जब शबीर जा रहे थे, उठते थे बैठते थे और लड़खड़ा रहे थे, मंजर वो अभी मेरी आंखों में फिर रहा है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है। ज़ाइरीने मौला चलना यहाँ संभल कर, कुरान फातिमा का बिखरा हुआ है मुझ पर, ना जाने किस जगह पर इसका लहू गिरा है, करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है। बिनते अली ने मुझको चादर बना लिया है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है, मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है। सलावत। برائے خوش ندی سرکار وفا جی بفضل لباس بلند ترین سلام لہراتا علم دیکھ کے یہ لگتا ہے مجھ کو جیسے کہ کوئی باب مناجات کھلا ہے لہرات عالم دیکھ کے یہ لگتا ہے مجھ کو جیسے کہ کوئی باب مناجات کھلا ہے پر دنیا ہے تیرے گھر کی گدا اس لیے غازی دنیا
मौला
सरवाच हुए पानी से मेरे और आप कैसे दर प्यासा रहा मौला दो भाई बिछड़ते थे दिन में कैसा थक गया मत का मंजर बस मुझे दुनिया में
भले करना सफाइर इस दुनिया अली अली कर। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले हैं, आगे आ जाए छवि, ये थोड़ा ये आगे जगह खाली है, माहौल भी बन जाता है और थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए। जरूर भेजिएगा मोहम्मद बोली मानो ये शाना उठा
कोई भी खाली आमन वापस ना आए जरा हजार है वाला सबकी मुरादें पूरी हो और जो बीमार हैं बीमारी का वाला का सुखा में रखे वाला हमको शिफाए कामिल मजालिस तक नहीं आ सके तो वाला उनको शिफाए कामिल आता है यहाँ और खुशहाल जो रिश्तेदार हैं जो कि दुनिया से जा चुके हैं वाली बदले को मकूल नहीं और कई बार बदल रहे थे करके मरभूमि घूमने से जा चुके हैं आप सबके मरभूमि दूसरे नंबर जगह देखते हुए खुशन मेरे दादा वाली बच्चे सबको भी शामिल करते हुए खुशन के लिए जितनी भावना को माता के द्वारा एक मतलब किया था मत सलावा रायक शूजी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावा Yeah.
मला
अकबर की बेजुबान। सकीना कम देख देख वो होते थे हुआ जो कहते थे ज़ैनब तुम्हें अल्लाह को सौंपा हम जाते हैं भेना। शह कहते थे जाते हैं ना।
भी शिमरे सितमगढ़ और छीने वो छीने वो गौर है बच्ची को मेरी हाथ से जालिम के बचाना हम जाते एक रस्सी में कास कर दरबार में ले जाए अगर शिमरे सितम गए एक रस्सी उम्मत की शिकायत ना जुबान पर कभी लाना हम जाते हैं बेना यसरिब में जो जाना सुबला को दुआ कहना गले खूब लगाना यसरिब में जो जाना जो हाल हुआ है मेरा उसको ना सुनाना हम जाते हैं बेना कहना के हसरत लगाओ कहना के तेरी याद में बाबा तेरा सोरा हसरत लगाओ मक्तल में गया छोड़ के सब अपना घराना हम जाते हैं बेना ज़ैनब ना जरा Love.
बन जाए जो तुर्बत, अगर पानी मिले